مثل ما اتفقنا بمصليات التهاب الكبد بي، عندي فترة اسمها الويندو بيريود، فترة النافذة. الـ HBS أنتجين راح يكون غير موجود، والأنتي HBC لسه ما ظهر. عندي الأنتي HBC فقط موجود بالساحة، اللي هو الكور أنتيبادي. وبالتالي بالفترة الويندو عندي فقط الأنتي HBC. بالويندو عندي الكور. كطريقة حفظ صغيرة، الويندو له علاقة بالكمبيوتر، والكور المعالجات البروسيسرز بنقول كور i5 كور i7 اوكي. وبالتالي الكور له علاقة بالكمبيوتر، والويندو له علاقة بالكمبيوتر.